من دروس مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي. بداية أرحب بكم جميعا. درسنا النهاردة بعنوان الأفعال الخمسة وإعرابها. يتعرف بعض نواصب وجوازم الأفعال الخمسة. يتعرف حالات رفع المضارع. يحدد علامات رفع ونصب وجزم الأفعال الخمسة. بداية في الأول يا أولاد كده علشان نعرف إيه هي الأفعال الخمسة وعلامات إعرابها. قبل ما نبدأ في شرح الدرس أنا عايزكم تفتكروا حاجة مهمة، فبقول لك تذكر أن هتفتكر إيه معايا. تفتكر معايا إن أنا عندي أدوات لنصب الفعل المضارع دي اللي إحنا خدناها قبل كده. مين فاكر؟ آه يا محمد فيكاوي. مين فاكر معايا إيه هي أدوات نصب الفعل المضارع يا شباب؟ تعالوا نفتكرها مع بعض. فأنا عندي أدوات نصب الفعل المضارع هي أن ولن وكي وحتى ولام التعليل. لو تفتكروا إحنا خدنا معاني واستخدام كل أداة من هذه الأدوات، فخدنا أن حرف مصدري ونصب، لن هذه لنفي الفعل المضارع، كي لإفادة السبب، حتى لإفادة الغاية، لام التعليل لبيان السبب، أن لن كي حتى ولام التعليل. خمس أدوات من أدوات النصب للفعل المضارع. نفتكر مع بعض يا شباب إن إحنا عندنا أدوات جزم المضارع. عندنا برضو أدوات لجزم الفعل المضارع. إيه هي أدوات جزم الفعل المضارع؟ أدوات جزم الفعل المضارع هي لم ولما ولام الأمر ولا النهي. أدوات جزم الفعل المضارع يا شباب هي لم ولما ولام الأمر ولا النهي. هذه أدوات جزم الفعل المضارع. إذا سبقت الفعل المضارع فإن الفعل المضارع يكون إيه؟ إذا سبقت الفعل المضارع الفعل المضارع هيكون مجزوم يا شباب. يبقى تاني أنا عندي أدوات نصب للفعل المضارع وعندي أدوات جزم للفعل المضارع يا شباب. إيه هي أدوات نصب للفعل المضارع؟ هي أن ولن وكي وحتى ولام التعليل. أدوات لجزم الفعل المضارع، إيه هي أدوات جزم الفعل المضارع؟ هي لم ولما ولام الأمر ولا النهية. ممتاز يا كرولوس. هنفتكر حالة رفع الفعل المضارع إمتى؟ أقول على الفعل المضارع مرفوع، هقول لحضرتك يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جزم. يبقى أنا عندي الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين وواو الجماعة أو ياء المخاطب. لو إحنا بصينا يا شباب على الضمائر اللي هي هتتصل بالفعل المضارع، كل فعل مضارع اتصلت بآخره ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطب. هنا يا شباب دول كام ضمير؟ أدي ضمير، أدي اتنين، أدي تلاتة. طب يا شباب لماذا سميت هذه الأفعال بالأفعال الخمسة إذا كان يتصل بها فقط ثلاثة ضمائر يا شباب؟ ليه الأفعال الخمسة دي سميت بأفعال خمسة إذا ما كانش بيتصل بيها غير كام؟ غير ثلاث ضمائر. يبقى كانوا سموهم الأفعال الثلاثة. تعالوا نكتشف مع بعض لماذا سميت هذه الأفعال بالأفعال الخمسة. يبقى أنا عندي الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة يا شباب. أفعال إيه؟ أفعال مضارعة. ولكن فعل مضارع اتصل بآخره إما ألف الاثنين، إما اتصل بآخره واو الجماعة، وإما اتصل بآخره ياء المخاطبة. طب دول ثلاث ضمائر، ليه الأفعال دي سميت بالأفعال الخمسة؟ لماذا سميت هذه الأفعال بالأفعال الخمسة مع إن بيتصل بها فقط ضمائر؟ تعالوا نكتشف مع بعض الاكتشاف ده ونعرف إزاي. بص يا شباب، أول حاجة ألف الاثنين. ألف الاثنين إما تدل على مخاطب مثل أنتما تكتبان الدرس. يبقى ألف الاثنين بتظهر بصورة، إيه هي الصورة يا مستر؟ الصورة أول صورة بتظهر بيها ألف الاثنين يا شباب أنها تدل على مخاطب، فأنتما تكتبان، أنتما تكتبان أهي. وإما تدل ألف الاثنين على غائب مثل هما يكتبان الدرس. يبقى أنا عندي أنتما تكتبان أهي ألف الاثنين، ولكن في المثال ده دلت على إيه يا شباب؟ في المثال ده دلت على مخاطب. ممتازة يا مرود. ألف الاثنين إما تدل على مخاطب وإما تدل على غائب. تكتبان، مين اللي تكتبان؟ هنا دلت على مخاطب يكتبان، مين اللي يكتبان؟ وهنا دلت على غائب. إذا ألف الاثنين ظهرت بكم شكل يا شباب؟ ألف الاثنين ظهرت بشكلين، آدي الشكل الأول وآدي الشكل الثاني، مرة دلت على مخاطب
ومرة دلت على غائب. بعد كده عندي إيه؟ عندي واو الجماعة. واو الجماعة قد تدل على مخاطب أيضا. تعالوا بصوا معايا، أنتم تكتبون، أهي شايفينها، أنتم تكتبون، أهي أنتم تكتبون. يبقى هنا ألف واو الجماعة دلت على إيه يا شباب؟ واو الجماعة هبص ألاقيها هنا دلت على إيه؟ دلت على مخاطب. يبقى دي الصورة الثالثة، إن واو الجماعة دلت معايا على إيه؟ مخاطب. الصورة الرابعة، أن واو الجماعة قد تدل على إيه؟ قد تدل على غائب. هم يكتبون أهي، أتمنى إن أنتم تبقوا شايفينها ومتابعين معايا. بص معايا، أدي واو الجماعة أهي. أهي. يبقى أنا عندي ألف الاثنين بتظهر بكم صورة؟ بتظهر بصورتين، مرة مخاطب ومرة غائب. واو الجماعة بتظهر بكم صورة؟ بتظهر بصورتين، مرة مخاطب ومرة غائب. أما ياء المخاطبة فتظهر بصورة واحدة، وهي تدل على مخاطبة مؤنثة فقط، مثل أنت تكتبين الدرس. هذه الصورة الخامسة. يبقى هي الأفعال الخمسة دي بتظهر بكم صورة يا شباب؟ تظهر بخمس صور. الأفعال الخمسة بتظهر بخمس صور، وهي كل فعل مضارع اتصل به، اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ولكن ألف الاثنين تظهر بصورة، تظهر بصورتين، وواو الجماعة تظهر بصورتين، وياء المخاطبة تظهر بصورة واحدة. يعني ألف الاثنين في منها كام واحدة؟ في منها اثنين، وواو الجماعة في منها اثنين، أما ياء المخاطبة واحدة بس. فهنا هنكتشف إن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ممتاز يا كرولوس رامز. إعراب الأفعال الخمسة. طب ما احنا يا مستر بنقول ان الافعال الخمسه دي افعال مضارعه. ايوه، طالما هي افعال مضارعه اذا هذه الافعال ترفع وتنصب وتجزم. تاني، يبقى انا عندي الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع اتصل باخره واو الجماعه والف الاثنين وياء المخاطبه. طيب كل فعل مضارع اتصل باخره واو الجماعه الف الاثنين وواو الجماعه وياء المخاطبه. ايوه. طيب هكتشف حاجه تاني، ايه هي؟ وألف الاثنين بتظهر بصورتين، مرة مخاطب ومرة غائب. واو الجماعة بتظهر بصورتين، مرة مخاطب ومرة غائب. أما ياء المخاطبة بتظهر بصورة واحدة. تمام يا مستر، زي الفل. ماشي يا شباب، بعد كده هنكمل، هنعرف إنها أفعال مضارعة. طب طالما هي أفعال مضارعة يا شباب إيه اللي هيحصل؟ قال لك طالما هي أفعال مضارعة لازم نركز في النقطة اللي جاية دي، إذا ترفع وتنصب وتجزم. تعالوا نشوف إعراب الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ترفع الأفعال الخمسة وعلامة رفعها ثبوت النون. يعني إيه يا شباب ثبوت النون؟ هنعرف. وتنصب وتجزم وعلامة نصبها أو جزمها حذف النون. يبقى تاني يا شباب، ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون يا أحمد ممدوح، تنصب وتجزم بحذف النون. تعالوا نشوف مثال. هنا مع ألف الاثنين، أنتما تحبان. شايفين الفعل تحبان ده يا شباب؟ أهو الفعل تحبان لم يسبقه ناصب أو جازم، فهو فعل مضارع مرفوع. وما معنى مرفوع وما علامة رفعه؟ لو احنا بصينا يا شباب هنلاقيه مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. شايفين النون موجودة أهي، يبقى رفعت الأفعال الخمسة وعلامة رفعها إيه؟ رفعت الأفعال الخمسة وعلامة رفعها ثبوت النون. تمام. هنا عندي لا تقصر، هذه لن هي. شايفين لن هي؟ طب لن هي من النواصب ولا من الجوازم؟ لن هي من الجوازم اهو، فعل مضارع مجزوم. طب علامه جزمه ايه يا مستر؟ هقول لحضرتك علامه جزمه حذف النون. معنى كده ان انا اعمل ايه يا شباب؟ معنى كده ان انا احذف ايه؟ النون. اهي النون محذوفه. زي ما احنا يا شباب. تاني، بعد كده عندي لتنال، هذه لام التعليل. لام التعليل هتعمل ايه؟ لام التعليل تنصب. لو بصينا كده هنلاقي ان لتنال هذا فعل مضارع منصوب، وايه علامة نصبه؟ منصوب علامة نصبه حذف النون يا شباب. شايفين النون محذوفة ازاي؟
يبقى انا لو بصيت للثلاث افعال اللي قدامي هلاقيهم ثلاث افعال اتصلت باخرهم ايه؟ اتصل باخرهم الف الاثنين. الفعل الاول منهم مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون، الفعل الثاني مجزوم وعلامه جزمه حذف النون، الفعل الثاني مجزوم وعلامه جزمه حذف النون، الفعل الثالث منصوب وعلامه نصبه حذف النون. ده اذا اتصل باخره ايه؟ اذا اتصل باخره الف الاثنين. نكمل، ادي الاعراب: تحبان وهو فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون، ليه؟ لانه من الافعال الخمسه. لا تقصر، تعالوا نبص على لا تقصر، فعل مضارع ماله يا شباب؟ فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون، ليه؟ لانه من الافعال الخمسه. تنالى، لو بصيت على تنالى كده هلاقي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الضمائر اللي متصلة بالأفعال الخمسة يا أحمد ممدوح كلها ضمائر رفع، إما تعرف في محل رفع فاعل أو في محل رفع اسم الفعل الناسخ إذا كانت متصلة بفعل من الأفعال الناسخة اللي هي كان وأخواتها. لكن لو حضرتك ما عرفتش الضمير، إحنا لسه بنتكلم على الأفعال الخمسة، ما تشغلش بالك يا أحمد بإعراب الضمير قد ما تفهم إعراب الأفعال الخمسة. جانا أنت ملخبطة بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة يا جانا صالح، ركزي لو سمحت. صح يا كرولوس، تحبان فعل مضارع مرفوع على ما ترفع الصوت. يبقى شباب جانا فرقي، احنا بنتكلم على الافعال الخمسه، على الافعال الخمسه مش الاسماء الخمسه. يبقى المثال اللي احنا خدناه يا شباب على الافعال الخمسه المتصل باخرها ايه؟ الف الاثنين زي ما احنا يا شباب. ما زلنا في اعراب الافعال الخمسه، وبرضه بنأكد ترفع الأفعال الخمسة وعلامة رفعها ثبوت النون، تنصب وتجزم وعلامة نصبها أو جزمها حذف النون. إذا اتصل بآخره إيه؟ إذا اتصل بآخره واو الجماعة. بص معايا، أنتم تحبون أهو، تحبون، وهنا ده فعل مضارع لم يسبقه نصب ولا جازم، فلو بصيت على آخره هلاقيه فعل مضارع مرفوع. طيب واتصل باخر واو الجماعه، طب واو الجماعه هنا ده واو الجماعه ولم يسبقها نصب ولا جزم، اذا هذا فعل من الافعال الخمسه ومرفوع. طب اذا كان من الافعال الخمسه ومرفوع يرفع وعلامه رفعه يا شباب؟ يرفع وعلامه رفعه ثبوت النون. طيب نكمل، لا تقصروا، شايفين لا تقصروا؟ لا دي اداه نهي، لا الناهيه. تقصروا هيبقى اعرابه ايه؟ طب لا الناهيه دي من الجوازم، يبقى اذا تقصروا فعل مضارع مجزوم، بس خلي بالك ده اتصل باخر واو الجماعه، يبقى هو فعل من الافعال الخمسه، واذا كان من الافعال الخمسه يبقى فعل مجزوم وعلامه جزمه ايه يا شباب؟ حذف النون. لتنالوا، هنا دي لام تعليل، اذا ده فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون. الاعراب يا شباب قدامنا، تحبون هيبقى اعرابه ايه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ليه؟ لأنه من الأفعال الخمسة. تاني فعل عندي تقصر، أهو شايفين يا شباب، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ليه؟ لأنه من الأفعال الخمسة. الفعل التالت عندي يا شباب تنالوا، وده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين وواو الجماعة. المثال اللي جاي لاتصاله بياء المخاطبة، وما زلنا نذكر للمرة الثالثة، الأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون، تنصب وتجزم وعلامة نصبها أو جزمها حذف النون يا شباب. أدي عندي مثال، المثال فعل من الأفعال الخمسة اتصل بآخره إيه؟ اتصل بآخره ياء المخاطبة، أنت تحبين، شايفين تحبين لم يسبقها ناصب ولا جازم، إذا هذا فعل مضارع مرفوع. فعل من الأفعال الخمسة لو بصيت فيه أيوه يبقى هو هنا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لا تقصري، لا الناهية، وتقصري فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه
حذف النون. لتنالي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون يا شباب. ممتاز يا محمد، ممتاز يا مروه. تعالوا نشوف الإعراب. أدي عندي أول فعل اللي هو تحبين، هيبقى إعرابه إيه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. الفعل الثاني عندي تقصري، وهذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. ليه؟ لأنه من الأفعال الخمسة. تنالي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تعالوا مع بعض نجيب عن هذه التدريبات. وأول سؤال عندي بيقول يا شباب اجعل الفاعل مبتدأ وغير ما يلزم. اجعل الفاعل مبتدأ وغير ما يلزم. يؤيد المصريون السلام العادل. يؤيد المصريون السلام العادل. أنا لو بصيت للمثال اللي قدامي، يؤيد المصريون يؤيد فعل، وهسأل مين اللي يؤيد؟ المصريون. طيب أنا لو عايز أخلي الفاعل، فين الفاعل يا شباب؟ لو بصيت هلاقي إن الفاعل عندي كلمة إيه؟ المصريون. طب عايز أخليها مبتدأ، يعني هجيبها فين؟ هتبقى هنا. طب إيه الفكرة؟ الفعل في أول الجملة يا شباب لو ركزت حضرتك، الفعل في أول الجملة كده يأتي في صورة المفرد يؤيد، حتى وإن كان الفعل جمع، حتى وإن كان الفعل جمع. إنما الفعل لما يدخل في وسط الجملة يجب أن يطابق المبتدأ. يعني هتبقى حلها إزاي يا مستر؟ هتبقى المصريون، بص معايا، يؤيدون، أهو اتصل بآخر واو الجماعة، فبيه من الأفعال الخمسة ولم يسبقه ناصب ولا جازم، فهتبقى المصريون يؤيدون السلام العادل. ممتاز يا أنطونيوس، ممتازين يا شباب. الشباب اللي جاوبوا معايا جانا صالح ومحمد عواد، كرولوس رامز، ممتازين يا شباب. أنطونيوس ومارولا ممتازة، عمر نبيل ممتاز. نشوف مثال تاني يا شباب. المثال التاني بيقول ايه؟ لم يتراجع العرب عن مساندة حقوق الفلسطينيين. لم يتراجع، حضرتك شايف لم يتراجع؟ اهو الفعل جاي في اول جملة، فبالتالي طالما هو جاي في اول جملة ايه اللي هيحصل؟ طالما جاي في اول جملة فهو جاي في صورة المفرد. طب ايه اللي هيحصل؟ قال لك لما يدخل في وسط الجملة هيطابق. طب حلها هيبقى ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. العرب لم يتراجعوا، بص معايا هنا ايه اللي حصل، دخلت لم فاصبح هذا الفعل مجزوم وعلامة جزمه ايه؟ حذف النون. ليه يا شباب؟ لانه من الافعال الخمسة. ممتاز يا عمر نبيل. فاهمين يا شباب؟ تعالوا نفكر مع بعض في المثال التالي. لن يتقدم العرب إلا بالوحدة، وهنتظر منكم الإجابات، مش هقول أنا الإجابة. ونادى عبد الله، ممتازين يا شباب. نشوف مع بعض الإجابة. العرب لن يتقدموا إلا بالوحدة. السؤال اللي بعده، يجتمع العرب على حق. يجتمع العرب على حق. طيب هنا اجعل الفاعل مبتدأ، فين الفاعل يا شباب؟ هلاقي الفاعل عندي كلمة العرب. طيب عايز اخلي الفاعل مبتدأ، هتبقى العرب مالهم؟ مين هيجاوب؟ انا في انتظار اجاباتكم. ممتاز يا محمد عواد، وهو اول واحد جاوب وقال لي العرب يجتمعون على حق. كرولوس رامز، لا يا كرولوس، خلي بالك الفعل هنا لم يسبقه ناصب ولا جازم. عمر نبيل، دي إجابة متأخرة أوي يا عمر. أنطونيوس، خلي بالك، يجتمع فعل لم ينصبه ناصب ولا جازم. لا يا أنطونيوس، مش هغير زمن الفعل، أنت خليته اجتمع، لا أنا بخليه زي ما هو مضارع. ممتاز يا أحمد ممدوح، جانا صالح ممتاز. هتبقى الإجابة بتاعتي العرب يجتمعون على حق. خاطب بالعبارات التالية،
المفردة ثم المثنى وجمع المذكر. العبارة التالية عايز أخلي خاطب بالعبارة التالية: المفردة المثنى جمع المذكر. العبارة بتقول يا شباب أنت تدافع عن الوطن وتحسن إلى الفقراء، وهيبقى حلها إزاي؟ خاطب المفردة هتبقى أنت تدافعين عن الحق وتحسنين إلى الفقراء. وهنا هلاحظ الفعل هنا لم يسبقه ناصب ولا جازم، فبالتالي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. تحسنين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. المثنى هتبقى حلها ازاي؟ انتما تدافعان. لو بصيت على انتما تدافعان اهو فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. تحسنان فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. الجمع هتبقى انتم تدافعون عن الحق اهي، وتحسنون الى الفقراء، في الحالتين مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. بعد كده عندي تدريب تاني بيقول صوب الخطأ في الجمل الآتية. أول جملة عندي: الأطفال يحبوا، لاحظ معايا الأطفال يحبوا، هل الفعل يحبوا ده يا شباب سبق ناصب أو جازم؟ هل الفعل تحبوا سبق ناصب أو جازم يا شباب؟ الفعل تحبوا لم يسبقه ناصب ولا جازم، فبالتالي تصويب الخطأ هتكون الأطفال يحبون الحلوى. المسافران يركب القطار. هنا لاحظ معايا الفعل يركب اهو، لكن هنا برضو لم يسبقه ناصب ولا جازم، فالمفترض فيه ان هو يكون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ليه؟ لان ده فعل من الافعال الخمسة اخره الف الاثنين، فهنا هيبقى التصويب بتاعها المسافران يركبان القطار. فعل الجملة الثالثة: لم تتأخرين عن موعدك غدا يا سعاد. هبص الاقي ان الجملة دي كلها فيها اخطاء يا شباب، هبص الاقي الجملة كلها فيها اخطاء. ركز فيها كده قبل ما تحلها، ركز في الجملة كويس قبل ما تحلها. لا تتأخري غدا، وضع هنا حطيت لا الناهية، لا تتأخري غدا عن موعدك يا سعاد. المثال اللي بعده: العرب يجتمعوا على الحق. هلاحظ الفعل يجتمعوا لم يسبقه ناصب ولا جازم، فهتبقى العرب يجتمعون على الحق. السؤال التالي: أنت يا فتاة نقط زملائك. هاخد أنهي فعل؟ تحترمين، تحترمي، تحترمون. أختار أنهي يا شباب؟ ها يا محمد، جانا ممتاز، جيداء الشباب اللي مركزين معايا. هنا هيبقى انهي اختيار يا شباب؟ انت يا فتاه تحترمين. طب ليه يا شباب بقيت تحترمين؟ هنا لان عندي تحترمين هذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. تحترمين يا انطونيوس، ركز معايا. السؤال التالي: المخلصون نقط اعمالهم. المخلصون نقط اعمالهم. هاخد انهي اختيار من الثلاثة؟ يتقنوا، يتقنون، يتقن. هلاحظ برضو ان انا عندي الفعل يتقنون او يتقنوا لم يسبقه ناصب ولا جازم. بالضبط، المخلصون يتقنون اعمالهم. ممتاز، ممتازين يا شباب. لا نقط واجبك بعد اليوم. تهملين او تهملي او تهملان، هيبقى انهي اختيار يا شباب؟ تعالوا نشوف انهي اختيار. لا تهملي واجبك بعد اليوم. السؤال التالي: المقصرون لم ينجحوا. الفعل مرفوع ام منصوب ام مجزوم؟ نعم الفعل مجزوم. انتما لن تسافرا. الفعل منصوب وعلامة نصبه حذف النون. تنهى سبقه لن تنهي، الفعل تنهى سبقه لن تنهي.
ست إجابات صحيحة، ممتازين. الفعل يدعو. عمار بيتقدم يا شباب. إجابة صحيحة، ممتازين. أي من الأفعال التالية ليس من الأفعال الخمسة؟ المركز الثالث مع نظام صالح. يا زي جنة. المركز الثاني عمار. أشكركم يا شباب. كان معكم أستاذ أحمد عز المصطفى معلم اللغة العربية في مدرسة